يلي بده يتحدى هي الحارة من قدى في مين بيحمي الدار بالحق يسون حدى. نحن آسفين جينا بوقت متأخر وبدون موعد، لكن الموضوع يتطلب ذلك، والموضوع يتطلب أيضا أن نتحدث على انفراد إذا بتسمح. معلش بيشو، بيطلع كيف ما غياب شوي. معلش يا بي، ما بدك عمير، خلص ما تنسى. ابي اطلع انا اللي خلص بدك بترجعك. لا لا يا بي، لا، انت بتمرني امر. اهلا وسهلا، شرف وتحول. وسهلا. اولا مبروك الامره والحمد لله على السلامه. الله يسلمك ويبارك فيك، تفضل. نحن جايين بموضوع بيتعلق بمدام ناديه. تفضل، عم اسمعك. نحن بنعرف انه مدام ناديه مصابه بمرض خطير جدا، وهذا المرض يحتاج لرعايه خاصه. نحن كحكومه فرنسيه، كحكومة انتداب طبعاً، نهتم بكل رعايا الفرنسيين الموجودة على الأراضي السورية. لذلك نحن نطلب منك أن تسمح لنا بأن تذهب ناديا للمعالجة في فرنسا وتقديم الرعاية الصحية اللازمة لها. أبو عصام، أنت طبيب وبتعرف هذا المرض منيح، وبتعرف أنه ما له حل بهالبلد. لذلك بطلب منك للمرة الثانية وبشكل إنساني أن تسمح لمدام نادية
كون مواطني فرنسي أن تذهب إلى فرنسا. شوف يا جنب الكوماندون، انت قلت اللي عندك. نادية بالنسبة لي وبالنسبة لهذا البيت وبالنسبة للبلد كلها هون، صارت منه فينا لحمنا ودمنا. وإذا كانت عافيتها واقفة على سفرتها على فرنسا ولا أي مطرح بالدنيا، أنا ما رح أسمح لحدا يتدخل ويطلب، لأنه هي شغلتي وأنا ما رح أقصر معها، لأنه مثل ما اخترتها واختارتني أنا حضل جنبها لحتى الله ياخذ أمانته مني. أنا زلمة تربيت على أنه المرأة هي الأرض، مثل مثل الأرض مثل البلد، ناموسنا وشرفنا بها القصة واحد. فإذا بتريد، إذا بتريد ومن بعد أمرك يا جناب الكوماندان، سالي أطلع وأهلا وسهلا فيك بأي شيء تاني. وصلت عمي؟ أبو إسام، أنا مقدر الحالة اللي أنت فيها، بس يبدو لي أنك نسيت أنه مدام نادية مواطنة فرنسية، وإنه حكومة فرنسا إلى حق عليها إنه تقدم لها الرعاية الصحية اللازمة. نادية حرمتي وصارت سورية، وحقها عندي قبل ما يكون عند حكومتك، فما بقى. نادية ما لا سورية أبو إسام، نادية مواطنة فرنسية. أنا سورية يا جناب. لأني حبيت رجل سوري وارتبطت فيه. صحيح إني خدمت بهالبلاد فرنسيين وغيرهم، وصحيح إني مواطنة فرنسية، بس أنا هون أهلي وهون بلدي وهون ناسي، وما حدا يا جناب الكوماندون بيعيش بعيد عن أهله وناسه. أنا بتنازل عن حقي من حكومتك، لأنه بدي أبقى هون مع هذا الرجال. أنا بدي موت هون وبدي اندفن هون. بنصحك إنك ما تضيع وقتك. أوكي. طريق ابو عصام معلم ما في، حطيت وبعشت لك كرشه. لك حاجتك بعشت لك كرشه كله شرح القد، انا شفته. شو جرح القد؟ عم اقول لك كانوا خمسه وقتها. لك حاجتك بقى. السلام عليكم. سلام. اهلا وسهلا عمي. اهلا وسهلا عمي نسيم. يا ميت هلا. الوالد جوا؟ ايه تفضل تفضل تشرف. يلا يلا تفضل. يعني ما في امل ابو عصام؟ حكيم وتعرف أنا ما حبيت أحكي عندكم بالبيت مشان ما يتضايقوا. أنا مجهز لك خلطة ورق الرمان، خلطة ورق الرمان بتفيد بتصفي الدم، بس هن بالمشفى بعد التحليل عرفوا إنه سل، وإنهم بيعرفوا أكثر منا. لا ما بيعرفوا. روق أبو عصام، روق. بيعرفوا. أنا هلأ رح زبط لك خلطة ورق الرمان، وإن شاء الله بتهدى، ومنقول يا رب. يا رب. علي عمي الله معك. عليكم السلام. شو عم تسوي انت وياهم بالحارة؟ ما في شيء ابي، هيك واقفين عم نتسلى. عيب، يا فوتوا على البيت يا روحوا على القهوة. ماشي يا بي، روح على لاحق. نسيم، ابوك ليش بضل معصب؟ هذا انت على قلك،
شلون بفوت واحد مثلي لعند منكم على البيت؟ لك بس وطي صوتك ما يسمعك عمي ابو عصام كثير غالي عليه. شو عم تحكي انت؟ شو كنت عم تقول لي؟ والله معمول شيء. مين علمك هذا الحكي؟ انا حكيت لك عمي والله ما حدا علمني شيء. بس فوت قدامي على البيت. فوت لشوف. حقني. لك. هلا. مين علمك هذا الحكي؟ انا حكي. هذا الحكي اللي عم تحكيه يهودي ومسيحي ومسلم، مين علمك؟ والله ما حكيت شيء. اللي مين علمك؟ والله ما حدا علمني. فهم علي يا عمي يا ابن سيدي. هي اول مره واخر مره بسمعك عم تحكي بهالطريقه. انسانك بالصوت، فهمت؟ العب بيتي. لا من اليك. تعال من هناك. وقف هون. اذا شفتك مره ثانيه عم تمشي مع هذا الازعر رجلك بدي اكسرها، فهمت؟ فهمت. لك ابني هذا كلام جهله. نحن ناس متعلمين ومتربيين، اخلاقنا وديننا ما بيسمحوا لنا بهذا الشيء. بعدين هذا الكلام، هذا الحكي بيخرب بيوت، فهمت؟ روح نام مشان في بكره الصبح على شغلك. يلا. طول بالك ابو نزيه. يلا شرف عمي شرف. يلا يا ستار. شرفت. اهلا وسهلا. حليت علينا البركات. شرف عمي شرف. الله يرضى عليك. فايزه تعي سلمي على ابوكي. يا ريت. يا ريت. اهلا وسهلا يا ابي. الله يرضى عليك. الله يخليك السلامة. ويسلمك يا ابي. شرف عمي شرف. عاملين اثنين قهوه على عيني ابن عمي. شاي يا ابي شاي. برات شاي. حاضر. ليش ما بطلع إلي أنا؟ عمي؟ إيه عمي؟ شو وين شردت؟ أعوذ بالله وين بدي شلون؟ ما في شي بلوب. أنتوا شو أخباركم؟ شلونكم؟ إن شاء الله مبسوطين؟ الحمد لله. شو بنتي فايزة؟ شلون رضى جوزك عليكي؟ الحمد لله يا أبي كتير منيح. الله يرضى عليكي. عمي كأنه بدمك في حكي، صاير شي؟ في شي؟ شو بده يكون فيه؟ أبوك شلونه؟ شو أخباره؟ أبي؟ أبي منيح؟ الحمد لله. الحمد لله. والله كأنه في شيء. يا عمي والله ما شو هالشيات هدول؟ الله يسلم الديات. إن شاء الله صحة وهنا يا أبي. أنا ما بنبسط بكاسة شاي إلا من تحت دياتك يا بنتي، الله يرحم أمك. الله يشوف ترحم يا أبي، الله يخلي لي إياك. يا مو عجبك اللي صار؟ يعني ابي ليمتى بده يضل مشرشحني هيك قدام رفقاتي؟ لك مسح الارض في لموريس؟ لك بتعرفوا ابو بجن من هذا الحكي. يا شو انا قلت له لموريس يحكي هذا الحكي؟ اسمه عم يحكي هالحكي والاداء رقبي انك واقف معه. اخي شو عم يشتغل موريس؟ ما عم يشتغل شيء هلا، مو قلعوا الخواجه داو؟ يو وليش قلعوا؟ قال قليل مروه. قليل مروه؟ اي لا اذا قليل مروه معه حق يقلعه، انا ما اكون محله بقلعه. امي حطي لي الشغله اكلها كثير جوعان. روح حط اكل كل لحالك، مالك شايفنا عم نشتغل؟ لك شو بكون؟ شو صايركم؟ ليش كلياتكم علي بهالبيت؟ لك الكبير والصغير ببهدلني. عواطلي وقليل مروه بدك تجوزيني اياه؟ اشتغلي اشتغلي. عم بشتغل. Thank you.
يا باطي روح اسام روح خلينا نفوت تحفي كلمتين مع مرت عمك شرفك يلا كيف توفيق؟ نعم اخي ابو عصام انت يعني خدتي بالك من هذا الحرامي شفتي شيء؟ شلون لك شفته اخي ابو عصام بحلى فيني هيك من الشباك ولولا لطف الله ولولا اني قفلت الباب كان بات لعندي على الاوضه لك يا اختي معناتها انت اللي محكي شو شكله؟ طويل قصير صغير كبير شو شكله؟ والله من الرعبة ما بتذكر خلاص 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 الحمد لله صار خير صار خير صار خير خلاص وقتي الله أنتي المهم سلامتك أختي شرف يا معلم شرف لك شرف منين يا عمز الأمزع على بيتها يخرب بيته منين مسلحين دفيك الحيطان والله يا أبي رفعنا كل الحيطان بس شكله ما في خلاص منين يا عمز منين ناطي عمي بعصام ليقول حرامي منه وفينا يعني لا من لا أخي شو منه فينا شو منه فينا لو كان منه فينا كانت أختي توفيق عرفته شو الحكي مظبوط مظبوط ما لحلني بدأ مد الشباب هاي الله يرضى عليكم هاي لسي خلينا عم نحوسها بالحرارة حنا حلا ما نرطب نعترف فيه يعني بالأخير إيش السلام عليكم عليك السلام خير شو في يا حضرة سلامة قلبك شرفوا أبي عم نفكر نشطف الحارة سلام عليكم سلام لك شو الحارة هاي شو الحارة هاي ورا يا ابني حاضر سيدي وهو برزع عيونه وفنجرهم فيني من هون وأنا قلبي سلت من هون رح أموت من الرعبة ولي دخيلكم يا ربي كم مرة قلت لك لا تضلي لحالك بالبيت يا مو لك لا وين بدي روح وين بدي نفق لك يا مو روحي وين ما كان يعني هلا لا سمح الله لا سمح الله لو صار لك شيء شو كان صار فيني أنا يلا الحمد لله على سلامتك خالتي فريال الله لطاف يلا شو صار طمني لقطوا له الحرامي أنو يخرب بيته فصم الحداب الله لا يوفقه هالواطي ولي على أبتي ولي على أبتي مرت عمي ما عاد لك رجع لهذاك البيت خلاص بتضلي عندي شو هالحكي لك ابني شو هالحكي طيب تصف لي شرفي لوصلي لا لا مو هلا بعدين شوفك ما صدقت خلاص بتضلي عندي هون ولو بس هذا بيت بيتك الله يجبر بخاطرك اسمعي انت وياها وياها فوتوا على المطبخ عملوا لنا عشاء يلا قوام هدى يلا الله يرضى عليكي فوتي حطي عشاء لامي حط عشاء لامك ليش هي امي ولا امك حبيبتي اللي حط لها العشاء ليك مانك شايفتي شلون مرعوبه بدي اقعد معها شوي انا اقعدي معه خلي فايزه تحضر فايزه الله يرضى عليكي فوتي انت حطي عشاء لامي اي لا ستي ما حذرتي روحي انت حطي عشاء ليش رجع فوتي لجوا عجبكم هيك شرف انت اللي عجبك هيك وشو الحل هلا عقيد والله ما بعرف لك خاطر شو الحل ما بعرف شو الحل خلينا نشوف بركة الله بيحضينا فيه هون عقيد مبين ما في شيء امشي لشوف امشي تعال شو جني هذا الزلمة؟ علي الحلال هلكنا والحل خاطر والحل شوف عقيد ليه؟ هي آخر الحارة فاضية وما في حدا وهي بيت أب محمود مسكر وفاضي وما فيه حدا أصلاً ما حدا ساكنه بالأفا بيت أب بدر مزبوط بالأفا بيت أب بدر لك كل الحيطان عالية مو شي بيحط العين بالكاف
خلينا نحط راسنا قدام ونمشي. جامع ولا انت اللي سرقت الاسواره؟ سرقت الاسواره تبع صهري. الله وكيلك انا معتر على باب الله. الله وكيلك معتر عم دور على قرنا فيها ما عم لاقي. الله يخلي لك ولادك لا تقتلني. اسمع سيرتي وبعدين شو بدك؟ انا خادم، اذا بدك تقتلني قتلني، بس اسمع سيرتي استر عرضك. احكي لشوف ولا احكي. انا اسمعك يلا انطق احسن ما اذبحك. ها طول بالك علي يا عقيل، والله ركبي اصفي. طول بالك احكي لشوف ولا احكي. انت سرقت الاسواره ولا لا؟ سرقتها ولا لا؟ انا سرقتها والله، اي انا سرقتها. بس بتصدقني اذا بقول لك جبت الشروان كانت مبكوش وهرت مني. الله وكيلك هذا اللي صار. من وين انت؟ من انو حاره؟ انا من الزبدان يا والله. يتيم ومالي حدا غير رحمه الله. سرقت مشان اكل امر ربك سوت لي وشي. يمين بالله، يمين بالله يا عقيد، لا عاد فكر فيها بداتها ولا عاد اعملها. ماشي، شلون بدي صدقك انا؟ ولك شلون بدي صدقك؟ التوبة على ايدك يا بضاي، التوبة على ايدك. وشو بدك انا خدامك؟ انا ما بدي شيء يا بضاي، ما بدي شيء غير انك تلاقي لي قرني نام فيها. واستر علي قدام العالم، الله يستر على حريماتك. ابوس ايدك. استغفر الله العظيم، شو عم تعمل انت؟ حسبي الله ونعم الوكيل. قوم لشوف. صدقني ولا كشفت شي حريمنا؟ كشفتهم؟ اعوذ بالله عقيد، اعوذ بالله. شو عم تحكي انت؟ ان شاء الله بعدم نظري اذا كشف علي حدا من حريمكم. انا مالي حرام يا بضاي. ماشي رح اسامحك، بس حسك عينك تلعب بديلك. اوعك بدك توعدني. بوعدك عقيد، بوعدك. شو اسمك انت؟ محسوبك ساعتك. ماشي ماشي يا زعتر، رح اتم وسطك بيني وبينك، ما حدا رح يدرى فيها. بس اقسم بالله العظيم اذا بتروح دهدورة خبز بالحارة، دهدورة، أنا اللي رح أقتلك. فهمت هاي؟ أمرك عقيد، أمرك. وأنا من هلأ ورايح خدامك. كتر خيرك عقيد، كتر خيرك. خير الله، روح ألفت حالك وتيسر، وبكرة بشوفك بالجامع. يلا روح. حسبي الله ونعم الوكيل. يا ابن عمي، امك بمقام امي وتاج راسي، وكلمتها عندي ما بتصير تنتهي. بس والله العظيم، والله العظيم هي طول الوقت عم تغيظني وعم تناكدني، وعالطالعه والفايته بتسمعني حكي، وانا ساكته ومتحمله كرمال خاطرك. الله يجبر بخاطرك. لك يا جميله، فكرك انا مو حاسس فيكي. الله شهيد علي اني عم حس بكل شيء عم تمري فيه. بس معلش بدك تساعديها، هي عندها حسرة بقلبها، بدها تشوف حفيدها. الله يجبر بخاطري، كل شيء بتقول لك اياه بتفوتيه من هون بتطلعي من هون. ماشي؟ على اساس انا ما في حسرة بقلبي. طب انا شو دخلني؟
يعني بقدر اتدخل بحكمة ربنا بعدي اسمه؟ هيك حظي ما اجاني ولا. طب شو ساوي هلأ؟ بلا طول سيرة، مرت عمك وبدك تسايريها وما بتردي عليها، وشو ما بتقلك بتقيلي لحاضر. ماشي امرك، تكرم عينك ابو حسن. شو ابو حسن؟ تخيل الله شو طالع حلوه من تمي. حلياني لك جميله. عيونك الحلوين ابن عمي. اعمل لك كاسه شاي تروق دماتك. لا جيبي لنا شوية بزر. أمرك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. سمعت بالطوشة اللي صارت برا بالحارة؟ ايه سمعت. لكان شلون؟ وبتعرف لك سمعون؟ أنا بقول إنه الحرامي هو أبو جودات. أيوة، وليش بقى أبو جودات؟ مبينة سمعون، مبينة. مين في غيره حرامي بهالحارة؟ يخرب بيته. ليش أبو جودات بيعملها؟ وليش لحتى ما يعملها لك سمعون؟ ليش لحتى ما يعملها؟ يا سيدي، هذا الزلمة إن كان أبو جودات ولا غيره فهو ابن حرام، لأنه ما في رجال بيرضى ينزل على بيت عالم ما بيعرفهم بيكشف على حريماتهم، لا وبيسرقهم. لك بجوز هدول العالم جمعين هالكام ليرة لكبرتهم أو لأولادهم. إن الله لغفور رحيم، بجوز رب العالمين يعطي فرصة ما يكشفوا لا أول مرة ولا تاني مرة ولا تالت مرة، بس بعدين وقت يلاقيه ما رح يتوب رح يكشفوا، وبتكفي وقفته قدام كل العالم، صغار وكبار ونسوان كله رح يدعي عليه. الله يصلحنا كلنا. آمين آمين. سمعوا أنا قايم نام، بدك شي؟ لا لا تقوم، خليك. يلا أنا شوي وطالع قدام الفجر، هلا منصلي سوا، لأنه صلاة الجماعة فيها خير وبركة. مثل ما بدك. الشاب اللي بشوف خيي هون شوية برود. وبي يا عبد العلي دخيلك كثير. شو؟ تعي تعي بلدي هون، تعي فيني هدي عينك. ليه على محلك؟ بسم الله على محلك. شو هالعلي مش نصفة؟ ها؟ تعي شو؟ اجت الخانم الثانية. ما عاد فيني بس هي صار عليك بعدي اختني اشوفها. بس لا تلزوا كثير، قاعدة شي داي نفسي. ابن عمي دخيلك الحقني، حاسة حالي رح اولد من الشوك. لا اوعك اوعك تلدي. تعي تعي بلدي هون، تعي لا احي هون. عمي هم شو تلاتي؟ لا تلاتي يا ابن عمي، هم ويلي هم ويلي. يلا رح حويلي. عم هويلي. لك عم هويلي. لك شو عم ساوي؟ يخرب بيتكم. عجل هي عم هويلي. ايه ان شاء الله الولد ان شاء الله مبسوطين ومرتاحين. ايه 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 يستر اختك عنا ابو فارس. خبر انت على الحارة. طبعا انا بخبر باقي الحارات. يستر اختك عنا. يلا يلا عمي قول انت. الله معك. يلا يا هالي حرف الصباح، يا هالي حرف الصباح. ساعدوا اخوانكم بالغرفة احتريت محاصيلهم من الشوب. يا هالي حرف الصباح، يا هالي حرف الصباح. يلا يا بطي نفين.
بتعرفي شو أكتر شي بتذكره من أول ما جيت لعندكم على الحارة لهون؟ لهفت أهل الحارة على بعض، حتى على الغريب، كأنه كلكم عيلة واحدة. نحن هون هيك بالبلد عايشين على بركة الله، ولما بنعمل خير بنعمله لله. فهمتي علي نادية؟ كأنك بدك تقولي شي. بني آدم ما بيعرف شو مقدر له، وحكمة الله ما دايماً بنفهمها. يمكن الله سائك لعنا لتقل بحياتنا فوقاني تحتاني. انتي الشي اللي ناقصك لقيتيه عند أبو عصام وصارت حياتك أحسن، بس أنا وولادي ما بنعرف إذا حياتنا صارت أحسن. أنا آسفة سعاد خانو. أنا مسامحتك دنيا وآخرة يا نادية. شرف 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 شرف. ابو عصام، انا هلا جبت لك هاي الخلطه، خليها تغليها بمي سخنه، تحط بشكير على راسها وتشمها، ولما بتبرد المي كل يوم الصبح تاخذ كاس عرق. ان شاء الله بيمشي الحال وتتعافى. ان شاء الله، نحن بنعمل اللي علينا والباقي على ربنا. عود نتغدى سوا الافراح ان شاء الله. ابو عصام والله عندي شغل. يلا السلام عليكم. عليك السلام ورحمه الله وبركاته. كثر خير على الحكيم. خلاص بنعمل تعيما عمي. لو سألت شو هذا؟ شو هذا؟ شو هالفتة اللي فايتة على الحارة؟ لك ما بتخاف يجتمعوا عليك على الحارة ويعملوا لك قتلة حشو لبن؟ حبيبي كلهم على بعضه هون، ما بيلقوا كندار صغيرة من ايدي. قلت لي وخصوصي معتز، كف واحد ما بيلا معه. هذا ما شاطر غير يتعصوى. معتز ما بخاف منه لك نمن؟ أنا بدي خاف من الأرنب معتز. لك حبيبي لو بدنا نخاف من الأرانب ما كنا زرعنا ززر. لك شيلنا من سيرته هلا، شو رأيك نروح نبحبش على طميرة أنا وياه؟ لا شو رأيك نروح نبحبش على طميرة أنا وياه؟ إيه منروح نبحبش على طميرة أنا وياه. امشي قدامي. امشي خالي. لا حال يلا خذي نفس منيح ورجع شمي. يلا عاد اقدر اختنقت. تقدري تقدري. يلا رجع شمي. بس طول بالك عليها ابو عصام، قوم انت على دكانتك قوم. يلا يلا عطي بالك عليها منيح. اي خلص اكيد. رجع شمي. يلا خليك تشم. يلا خذي لك شمي. يلا والله اختنقت خلص. طيب حبيبتي قوم قومي لسطحي نامي لك شوي وتدفي. الله يرضى عليك جيبي لي ملايتي، بدي روح شق على فريال. ايه على عيني. يا مودلاء اوعك انتبهي على مرت ابوكي ناديه، كل شوي بتشوفيها وبتشقي عليها. ايه لا تاكلي هم يا عمو. ايه الله يرضى عليكي.
بس شو انت ملاقيه للطنيره؟ هي علينا بلشنا شوف تنك لا تسلسي مخي. ايوه خلقانه مسلوب. خلص صلطنا وسالنا. السلام عليكم. الله يرحمه ويرحمه. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. شباب شوفي انا بس انت عايش. لا ماني عم مين قالك انا عايش؟ مالك عايش بالله عليك. لا ماني عم انا بدل اهلين وسهلين برجاوة. يا بدر احلى بدر احلى والله حي الله. اي والله شرفتونا والله. ايش سموه الديات بدر؟ شو قرب لا الله قرب شوي. شايفك شغلة ما حدا بيقدر يساويها غير نحن الثلاثة. شو هي؟ لك شو بنقبدا؟ افتح مخك واسمع شو بدي اقول لك النمز. شرشتوني والله شو القصة؟ عرفت لك اسم الجن يلي حارس طميري. على طميري؟ عن شو عم تحكي انت؟ سيب انا فتح لي مخك ابدر. انت عم تصولوا تزولوا ببيت ابو محمود وما كنت عارف تلاقي طميري ورجليك عم بيقصفوا رعبه. بتعرف من شو؟ من شو؟ لانه ابو ساطون قاعد فوق طميري. ومين هذا ابو ساطون؟ هذا كبير الجن. هذا اجنن واحد فيهم. هذا الجن يلي بيزني واوعى تذكر اسمه. لما ذكرت اسمه لابو ساطون بيطلع لك أنا بعرف شيخ بفك أسرة طميري بس هو ما رح يدلنا على محلها. لا أنا وإنت وتنكي رح ندور وين هي. اسمع بدر والطميري فيها ليرات عصملي وبيجوز فيها شي 500 ليرة عصملي. 500 ليرة عصملي؟ لا يا سيدي 450. يخرب بس سنتك أنت شو بتحب تكسب؟ بطل هالعادة. فيها 450 ليرة بس كل واحد فينا رح ياخد 150 ليرة عصملي ورح نقبر الفقر يا أبو بدر. يا رامتك يا أب بدر كل واحد مننا رح يطلع له 150 ليرة عصملي. شو بنا أب بدر بدي ضل عيله افتح عم قلك فتح مخك فتح مخك. وش ما بدك اوعك تذكر اسمه لأنه إذا ذكرت اسمه لأبو ساطون رح ينقرق كتير. هو ساكن هون بقفاك قفا بيتك بس إذا ذكرت اسمه رح يطلع لك بنص الليالي. أنت الصحيات عن وقت تنام بالليل كل شوي والتاني اطلع تحت التخت لأن يمكن يهرب إذا شافك. كل ما تنام اطلع تحت التخت. بدي اسألك أبو بدر أنت بس تنام بحكك راسك شي بالليل؟ أكون نايم ما بحس. طيب قبل ما تنام بحكك شي راسك من قفا بالليل؟ بحكك؟ بحكني. يا لطيف مسكين يا أبو بدر. معناتها أبو ساطون عم بيجي لعندك بالليالي لأن أبو ساطون هاد شغلته خصص يحك راس العالم بالليل وهي نايمة أو قبل ما تنام. بس أنت استحياطاً اوعك تذكر اسمه لاني بنقرق كتير وبس تذكر اسمه بيجي لعندك. فاوعك اوعك تجيب سيره لحدا لاني بنقرق كتير ابو ساطون. وش بتحبها؟ وش بتحب؟ بنروح بكره لعند الشيخ بنخليه يفك لنا اسره طميري. شو هيك بصير؟ بيهرب الجني ابو ساطون وهو بيهرب من هون بنجي انا وياك وتنكي رقيد بنسرق الطميري وبنرقد قبل ما يرجع. شو قولك؟ اللي صار بيني وبينك يا فريال بينتسى. أنا وإنتي أهل واللي صار زعلني كتير. حقك علي حقك علي يا سعاد خانوي. بعد حمى إلهي شلون هيك حكيت عليكي؟ عن جد عن جد لسان البني آدم شختي. حكي لي يا فريال كيف نزل عليك الحرامي؟ يا لطيف تنذكر وما تنعام. يا خيتي نزلته لعندي ودبشته هديك الدبجة على بيتي كوم وبحلقته فيني عينك عينك هيك مثل المخرز كوم تاني. ولي على قامتي هلا عم يصفوا ركبي على ذكر القصة كيف بوقتها. يا ربي دخيلك تستر يا رب. وصرخت لكم هديك الصرخة. يبعث له حمى إلهي يا رب. الله يعطيك العافية. الله يعطيك العافية. الله يسعدك. خذ يا أبي ها فرق بين الدك وبين الحياة. الله يعطيك العافية. الله يعافينا. ما عم مر لعندك معتز؟ والله ما شفت منو لعقيد معتز يا عم عصام. أبدا أبدا والله ما شفت منو. ما حسبه والله ما عاد شفت منوب يا عمي عصام لأجيد معتزنا.
لا حول ولا قوة إلا بالله. نصيدة سيدنا نصيدة. مرنا يا عصام. ليش حسابها؟ مو خلاف بيننا يا عصام، مو خلاف. شد إيدك يا ابني الله. أخي الله يصبره لعند الدكاني. تأمر أنت يا عصام. روح لعندي وعمل لي حسابها. براسي يا عصام. الله يعطيك العافية. الله معك يا عصام، الله يحميك يا مان. لا مع السلامة. يلا يا ابني يلا. أمرك عن جد. هلا كل ما بتاخذني على بستان بتقلي هذا البستان منيح وفيه خير، هذا البستان مرزوق، قلي هات لشوف، شو عرفك انه هذا البستان فيه خير؟ طول بالك عبيد، مبين، اشوف ما شاء الله على هالحمل. ايوه، بعدين عبيد، المشمش منيح، حسبي الله ونعم الوكيل، لك اخي فهمني اياها بالقلم نشرح، حاجة تقلي هذا منيح وهذا منيح. يا عقيل هذا المشمش حلو وطعمته مثل العسل والناس بتحبه فاكهة ومعقول وما بيهدي الله وكيلك. ماشي رح اسمع منك هالمرة كمان. تكلنا على خلينا نشوفك انك الجوزات شريف. زعفران والعشرة شو موجودين يا ابي؟ عنا كفو بكفو ورا الرمان. ورا الرمان مو بقيان يا ابي؟ وي ورا الرمان. جنزبيل زنجبيل بقيان شوي بدنا. وي جنزبيل بقصاي تعالوا ولا جو في ثلاث مطربانات عصاير صار لي سبعة اشهر جايبهم انا تاركهم فوق ومدور عليهم فوق وهم لاقيين وينهم موجودين فوق يا بي؟ لا يوم هي. لا لا ما في شي فوق. لا تقلي فوق معناته هون تحت يا بي. دور كل الدكان ما في شي. عم تلحوس شي؟ عم تلحس من المانات عم تلحس يا بي؟ يعني هيك عند الضرورة بس. السلام عليكم. وعليكم السلام. أهلين. وين كنت أنت؟ وين كنت؟ رحت أنا أخذت مرزوق ورحت أنا وياه مشوار يا بي. مع مرزوق؟ لك أبي أنت شو عم تعمل مع هالزلمة؟ شو عم تعمل معه؟ ليش شكالك شي يا بي؟ شكالك شي؟ شو عم أعمل معه؟ لك أبي أنت عم تعمل من كونك، عم تعمل اللي براسك لحالك بدون ما تشاوره. لك شغلة الضمان بدها واحد يفضى، بدها فضى، بدها واحد متفضي لها، بدك ترجع تخسر وتخسر لها. خلص يا بي خلص، إيش كان مو عاجبتك هاي الشغلة؟ خلص أنا بطلت أشتغلها. أنا ما كفرت يا بي، بس أنا ما عاد أشتغلها خلص منو، سكرنا على السيرة. حرد. لك أبي الله يرضى عليك، الرزق بده مين يلحقه، بده واحد يشغل عقله، بده واحد يشتغل من قلبه رب. شبك أنت بتولد صغار لسا يا أبي يا أبي يا أبي، كبار لك أبي أنت عندك ولد. بعدين تعال هول شوف لها. أنت منين جايب المصاري؟ ويلي بده يتحدى، هي الحارة من قدها. في مين بيحمي الدار بالحق يصون حدا.